لان الكذوب اذا هذا مثل يركب على سروق. انت مش عارف يصد هاي انا اذا قال انا على السروق ايش دخل هذا يقول احلف لك المثلي على السروق يقول اذا قالوا لك احلف جاي الفرج جاي الفرج وانا بكذوب بعد نفسه يعني يا ابن حلال انت تحاطي يعني شوف انا ما والله والله ونعم العبره وحده هي ترى بقى الانسان اذا تكلم في كلمه وكذب خلاص ما عاد يا عمري اللي ما عمره كذب هل هو تكلم حتى لو اكذب اخليك ما تصدقها انت ولا تذكر كلمه الجني تذكر كلمه الجني حتى الجن ما سلم منه ابو حمد سم وش